الأسود، قطط الغابة، مخلوقات شرسة وقوية وملكية. لكن بغض النظر عن كل الهدر المطلوب والصيد اللاحم الذي لا يرحم، فإنهم رقيقون مثل الجحيم. في الواقع التقطت عدسات الكاميرا بعض اللقطات الواضحة بشكل مذهل لأسد ذهبي تم إنقاذه بمحبة من مجموعة من الضباع المتسلطة من قبل رفيقه الأسد. إنها تشبه إلى حد ما مشاهد الدراما السينمائية، فالأسود سلالات ضخمة ذات أنياب حادة ومخالب فتاكة. القتال من أجل الأرض والفريسة، غالباً ما تؤدي المعارك بين الأسود والضباع إلى إصابات خطيرة ووفيات. الضباع إنهم زبالون أذكياء للغاية، ويمكنهم الشعور بالأسود القديمة والضعيفة. نتيجة لذلك سوف يستفيدون من استخدام قوة عشيرتهم لقتل وأكل الأسود. في هذا المشهد يتعثر الأسد أثناء سيره، فواجه مجموعة كبيرة من الضباع الغاضبة، لكن يبدو أنهم معارضون مزعجون للغاية، وبينما يحاول الدفاع عن نفسه هاجمه القطيع بشكل لا يصدق. هناك الكثير من الحيوانات المفترسة والتي تأخذ شهرة عالية، وتلاحظ شهرتها من خلال القصص الروائية والأفلام السينمائية وغيرها من وسائل المعرفة، إلا أن حيوان الضبع لم يأخذ حظه من هذه الشهرة ولم نعرف عنه الكثير. يتميز حيوان الضبع بقوة فكه الهائلة التي تساعده على سحق الفريسة مهما كانت قوة عظامها بأنيابه، ولذلك فهو صياد ماهر لفرائسه. بالرغم من شهرته بأنه آكل الجياف، وهو نوع من الحيوانات التي تعيش على أكل الجياف وبقايا من حيوانات أخرى تم اصطيادها أو افتراسها من حيوانات أخرى، لذا يصنف من حيوانات القمامة، إلا أنه يتميز بأنه يصطاد بمهارة. الضباع المرقطة نسبة انتشارها كبيرة نسبياً، تتواجد في جنوب الصحراء وتنتشر في جميع أنحاء الصحراء الإفريقية الفرعية، وتنتشر الضباع المرقطة كثيراً في سيرينجيتي. بشكل عام لا تصنف الضباع من الحيوانات النباتية، يتضح ذلك كثيراً لكونها تعيش وسط مجموعة عائلية مثل القبائل، ويجتمعون عند اصطياد الفريسة وقتلها. تعد الضباع المرقطة البالغة أكثر الحيوانات المفترسة نجاحاً في أفريقيا، لكن أشبال هذه الضباع هي وجبة سهلة ومفضلة للأسود. لهذا السبب عادة ما تبتعد أشبال الضبع عنها وتقضي معظم وقتها بالقرب من أوكار آبائها. نظراً لأن كلا من الأسود والضباع يستهلكان نفس الفريسة، فإنهم أكثر المنافسين شيوعاً. الأسود أكبر بثلاث إلى أربعة مرات من الأسود، وتقتل الحيوانات الكبيرة. يتابعون النداءات للمصدر ويطاردون الضباع من فرائسهم. هل القتال بين أسد وضبع من طرف واحد؟ القتال بين أسد وضبع بعيد كل البعد عن أن يكون من جانب واحد. إن فكي الضباع قويان للغاية، وهما قادران تماماً على قتل الأسد وكسر عظامه. حتى الأسد المنتصر سيصاب بجروح خطيرة خلال أي مبارزة بين هذين الخصمين. تتنافس الضباع مع الأسد على الطعام، والضباع تأكل أشبال الأسود وكذلك الأسود نفسها إذا أتيحت لها الفرصة. وحزم الضباع بشكل عام أكبر من قطعان الأسود. ترى الأسود أن الضباع تشكل تهديداً لأراضيها خاصة في السافانا الأفريقية. أفاد علماء الطبيعة أن الضباع المرقطة توحد قواها لحماية نفسها من الخطر. يجتمعون للدفاع عن طعامهم من عدوهم الطبيعي الأسد، ويتعاونون أثناء معارك العشب مع الضباع المجاورة. ومن الأسهل على الضباع المرقطة اصطياد الفريسة عندما تكون المجموعة كاملة العدد.